بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، تحدث الكثير عن الشكل والفانيلا وعدم الإرماش والنار وتلك البساطة التي أتحدث منها. إخوتي، أنا لا يهمني الشكل، أنا يهمني العقل، ولو كان العقل رجلا لقبلت يده ودعوته بأبي، فهو استراتيجية بقائي. لكن أريد أن أتحدث عن هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي بدأ يلملم حقائبه معلنا بداية الرحيل. استوقفته فالتفت إلي وقال: ماذا تريد؟ أتحادث القمر أم تحادث الشهر؟ قلت: لا، أنا متقاعد والقمر يعني لي، فأنا أبنيه عدا حتى يكتمل وأهده عدا حتى يهتلل، ولي في ذلك شأن، ولكنه سبقك بيوم وأريد أن أتحدث عنك أنت أيها الشهر. يقال أنه في رمضان يصفد الشيطان. قال: صدقت، وذلك في زمن النبي والسلف الصالح وحتى الآن. قلت له بلسان الخليج: لا يا رمضان، خبرك عتيج، لقد تغير كل شيء. أصبح الإعلام في رمضان ينشق عن شيطان يا رمضان. قال لي: صح، أتحكم بما لا تعلم؟ ألديك دليل من الرسول أو من القرآن أو من أثرة العلم؟ أم تجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ قلت له: أحسنت، أريد أن أتحدث عن العلم وأثرة العلم، فأنا أعرف الإعلام أكثر منك، فأنت لا تأتي إلا في العام مرة، أما أنا في الإعلام طوال العام، لذلك سأتحدث لك عن هذا الإعلام. يا رمضان، الإعلام فيك أودية وأندية ولبس أردية، وفيه للدراما سوق فظيع يباع فيه كل شيء، الدين والأخلاق والشرف الرفيع، والناس فيه مرج، فهذا قادم ليشتري وهذا قاعد لكي يبيع. لبست بردة النبي، دخلته على استحياء من ساءة القرآن والتسبيح والترجيع، فأجاءني تجاره من كل صوب، الداعية والداهية، كاتبهم، صحفيهم، حتى المذيع يساومونني في بردة النبي. أقسمت أني عابر متأمل، لا أشتري في السوق أو أبيع، وبردتي التزمتها ليوم الحر والصقيع. يستهزئون: أبردة ونحن في الربيع؟ فأجيبهم: أي ربيع؟ إن لم يكن نظارة خضراء يلبسها الجميع، كي يروا الهشيم برسيما والتبن كالربيع. انصرفوا يتفكهون: ماذا يقول ذلك المجنون؟ أبردة للحر والصقيع؟ يستهزئون بالجلباب، وخلفهم يوم الحساب، فبعضهم لجهله وبعضهم لعلمه وبعضهم نفاق. إن تبلغ التراق هل يرجع وراءهم ويقرأ في قلم البراق؟ الريح إن لم نرها نقرأها في كل نافذة، في كل باب نقرأها في أوهن الأوراق، فأين يذهبون؟